التسجيل راح ينحط على المواقع السوشيال ميديا واليوتيوب تبع إفلا. هلا حاليا في كتم للصوت الميكروفون، اذا بعدين بمرحله الاسئله والاجوبه فينا نفتح الميكروفون للشخص اللي بيحب يسال السؤال تبعه فيربلي. اكيد بنهايه الندوه رح يكون في مجال ينسال اسئله من السبيكرز جميعا. اول شيء فيكم تحطوا الاسئله تبعكم بالشات بوكس، او فيكم تحطوها بالاسئله والاجوبه الكيو ان اي اللي هن باسفل السكرين او باعلى السكرين حسب كيف الكونفيجريشن تبع الكمبيوتر تبعكم. واذا حبيتوا تطرحوا اسئلتكم شفهيا سيتم تشغيل الميكروفون والفيديو للشخص يلي بده يسال سؤال. واذا وافقتوا بالتسجيل اكيد بمجرد ما رفعتوا ايدكم ومشينا الميكروفون والفيديو يعتبر انه انتم موافقين تسجيل الأسئلة والأجوبة اللي بتطرحوها كمان بالسيشن. رح أترك الكلام هلأ لرئيس اللجنة دكتور عماد بشير تي يأهل فيكم. تفضل دكتور بشير، the floor is yours. أوكي. شكرا شكرا رندا. مساء الخير جميعا. طبعا يسعدني أن أرحب بكم في لقاء آخر من لقاءات لجنة إفلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إفلا Regional Division Committee، لنتحدث مع مجموعة من ضيوفنا الأعزاء حول المكتبات في خطط أهداف التنمية المستدامة. كما بات معروفاً تقوم اللجنة بمجموعة من الأنشطة بهدف تعزيز دور المكتبات ورفع الوعي لدى المكتبيين بإمكانيات إسهاماتهم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الموضوعة من الأمم المتحدة. ونحن نقوم بأنشطة عدة في سبيل تعزيز الوعي لدى المكتبيين في هذا المجال، وفي سبيل توصيل ما تقوم به المكتبات من إسهامات وإنجازات إلى المعنيين والمشرفين مباشرة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. واليوم نحن في هذا اللقاء محظوظون باستضافة السيدة ميساء يوسف باعتبارها يعني تعمل في المنظمة الدولية المشرفة على تنفيذ وتنسيق أهداف التنمية المستدامة في مجموعة كبيرة من البلدان ومن ضمنها البلدان العربية. وكان لنا يعني كلجنة شرف زيارتها في مكتبها في بيروت في الأسكوا في مبنى الأسكوا لمحاولة يعني التواصل وتعزيز العلاقة بين اللجنة وبين فريق عملها للمشاركة في المنتديات التي تنظمها في هذا المجال، ومنها ما سيقام قريبا يعني في شهر آذار المقبل. أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم أنا لن أتحدث أكثر من ذلك، سأترك الكلام للضيوف، سنعطي من 10 دقائق إلى ربع ساعة لكل ضيف، ونترك الأسئلة إلى نهاية اللقاء. يعني طبعا هناك مجال لوضع الأسئلة في questions and answer أو في الشاتينج أو ترك الأسئلة حتى نهاية الندوة. يعني فقط اسمحوا لي كما رحبت بكم ضيوفي الأعزاء المشاركون في هذه الندوة أو المستمعون إليها، أن أرحب بالمحاضرين الأستاذة ميساء يوسف، وهي رئيسة مجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وأيضاً السيدة علا لورنس مستشارة بنك المعرفة المصري، والأستاذة أمال بن معاذ أمينة المكتبة العمومية بجربة حومة السوق في تونس، وأيضاً الأستاذ إلي كحالة مدير المبادرات الرقمية والتعليمية في مكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت، إضافة إلى لطيفة العمري اختصاصية المعلومات في مكتبة قطر الوطنية. ما هو الجميل في ضيوفنا ومتحدثينا لهذا اللقاء
أننا يعني سنطلع على أدوار هذه المكتبات فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على تنوعها، من مكتبة جامعية كمكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت، من مكتبة وطنية كمكتبة قطر الوطنية، وأيضا مكتبة عامة كالمكتبة العمومية بجربة حومة السوق، وأيضا من تجربة يعني مهمة جدا في مجال يعني توصيل المعلومات أو إفساح المجال في الوصول إلى المعلومات لتنمية البحث العلمي فيما يخدم أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلالة على تجربة بنك المعرفة المصري. إضافة إلى ذلك يعني معنا السيدة ميساء يوسف التي بالتأكيد ستفيدنا كثيرا فيما يعني يرد إليها من معلومات وفيما تعرفه من هذه الخطط ومدى وإلى أين وصلت وعن التقارير الطوعية التي تصدر في المجال. هدفنا الأول والأساسي هو أن نضيء على ما تقوم به المكتبات، وأن يتم الإشارة إلى هذه الإنجازات في التقارير الطوعية، وأن نعرف أن للمكتبات دورا في هذه الأهداف. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأترك الكلام الآن للأستاذة ميساء يوسف، فلتتفضل. شكرا شكرا جزيلا دكتور عماد، ومساء الخير للجميع. يسرني فعلا يعني باسمي وباسم الأسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة أن أكون معكم اليوم. معي أيضا هنا زميلتي جانا البابا في من الحضور. يعني طبعا نحن سعيدين جدا بصراحة بهذا اللقاء، لأنه الإنتاج المعرفي ينصب في صميم التغيير التحويلي الذي تصبو إليه أجندة 2030. فإنتاج المعلومة وتنظيم المعلومة وإشراك المعلومة وإيصال المعلومة أمر مهم جدا. لن أتكلم أنا طبعا عن دور المكتبات، ليس بحضور يعني المتخصصين والمتخصصات في هذا المجال، ولكن اسمحوا لي أن أعطي نبذة سريعة عن حال تنفيذ أجندة 2030 في العالم العربي اليوم، لأن أعتقد هذا يكون يعني تمهيد للنقاش الذي سوف يدور. وسأحاول أيضا ربط بسيط بين ما يعني ما نراه كأولويات لتنفيذ أجندة 2030 في المنطقة وربطه بموضوع البحث العلمي والوصول إلى المعلومة في نهاية العرض السريع. إذا سمحت سأشارك العرض. طبعا يعني بأول كلام نقوله دائما عن أجندة 2030 في العالم العربي أنه تنقصنا البيانات، هذا يعني نقوله أولا، ومن ثم نكمل الحديث، يعني لا نريد أن نتوقف كما يتوقف الكثيرون وحتى الكثير من الحكومات أحيانا أنه ليس لدينا البيانات. صحيح ليس لدينا البيانات، ولكن حتى مع البيانات القليلة التي لدينا نعلم أن المنطقة ليست على المسار الصحيح فيما يخص تنفيذ هذه الأجندة. بعض الأهداف قد تكون على المسار الصحيح لكنها قليلة جدا. معظم المقاصد 26 هي قيد التنفيذ، ولكن يعني إذا لاحظت 14 زائد 26 زائد 36، أنا لست يعني جيدة كثيرا بالحسابات، ولكن هي أقل بكثير من 169 مقصد التي تنص عليها أجندة 2030، مما يعني أن احنا نتكلم أصلا عن عدد قليل من البيانات التي تخص هذه المقاصد. يعني عندنا 234 مؤشر، فمنهم نسبة قليلة تتوفر لها البيانات. ولكن بشكل عام إذا وضعنا موضوع البيانات إلى جنب، المنطقة لن تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وبحاجة إلى تحول جذري في النهج التنموي حتى تقوم بهذا التحول.
على اختلاف المسارات بين الدول العربية، يعني دول الخليج، دول المشرق، الدول الأقل نمواً إلى آخره. هناك أمور كثير مشتركة بين الدول العربية والمنطقة ككل، تتخلف كثيراً عن غيرها من المناطق في ما يخص ما حققته من أهداف التنمية المستدامة. طبعاً يعني نحن نعاني من اللامساواة، هذا يعني هذه مسألة أساسية. يؤثر الفقر على 27% من السكان في العالم العربي، ولكن 70% منهم في المناطق الريفية، مما يعني نحن عندنا مشكلة كبيرة في المساواة بين الريف والحضر. هناك أعلى تفاوت في حجم الثروات في المنطقة العربية، أعلى بطالة عالمياً بالنسبة للنساء وبالنسبة للشباب، فمشاركة النساء في القوى العاملة هي أيضا الأقل عالميا بنسبة 20%. هناك طبعا تحدي الاستقرار الأمني والسياسي والنزاعات. المنطقة هي الأكثر معاناة من الإجهاد المائي عالميا، في 12 دولة عربية تعاني من أو تواجه ندرة مطلقة في المياه، تصنف 90% من الأراضي في المنطقة العربية أنها قاحلة أو شديدة الجفاف. وحتى في الأمور التي هي يعني تعتبر تبعث للأمل قليلاً، مثلاً الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة تشكل في المنطقة العربية 4.1% من مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة، بينما عالمياً المتوسط هو 18%. ومن الأمور المثيرة طبعاً والتي تهم أو تتقاطع مع حوارنا اليوم، أنه في المنطقة العربية أعلى نسبة للإنفاق العسكري عالمياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت نحو 6.2%، بينما نفس هذا الرقم يبلغ في أمريكا الشمالية مثلاً 2.6%. وما يخص الإنفاق على البحث والتطوير في العالم العربي فهو أقل من المتوسط العالمي ب60%، مع لحظ الفوارق طبعاً بين الدول العربية المختلفة. فيعني إذا قارنا الإنفاق العسكري على الإنفاق على البحث والتطوير، الصورة يعني معبرة جدا. طبعا يعني أدت جائحة كوفيد إلى وأزمة الطاقة والغذاء والتمويل، خصوصا بعد الحرب على أوكرانيا، إلى تفاقم كل هذه التحديات الهيكلية الطويلة الأمد، ودفعت هذه الأزمة إلى ازدياد عدد الفقراء لمستوى قياسي بالعالم العربي، وأيضا انكماش الاقتصاد في المنطقة 5.7%. وصل الدين العام في المنطقة إلى مستوى تاريخي اليوم، وهو 1.4 تريليون دولار. نحن في منطقة تحتاج على الأقل إلى 462 مليار دولار لتتعافى إضافيا، لتتعافى من الوباء. رأينا طبعا، لن أمر سريعا، لن أذكر كل الأرقام، ولكن نعلم أن الحماية الاجتماعية يعني ضعيفة جدا في العالم العربي، وهذا بدا جليا مع أزمة كوفيد. تم تغطية 35% فقط من الأشخاص بحماية اجتماعية، مقارنة ب 46% في المتوسط عالميا. فيما يخص الأمن الغذائي، نحن منطقة تعتمد بشكل كبير على سوق الغذاء العالمي، نحن يعني لسنا منتجين بما يكفي. 60% من استهلاك القمح عالميا للدول العربية. حتى قبل انتشار الوباء كان هناك توقعات بعدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، وهي اليوم أرقام في ازدياد مخيف. طبعاً مع كوفيد كان هناك ولاحظنا يعني ازدياد شديد للعنف ضد النساء والفتيات وللعاملات في القطاع غير النظامي. يعني كل هذه الأمور ترسم صورة قاتمة، وكما قلت يعني الأرقام والأمثلة كثيرة جدا، لن أطول يعني على هذا الموضوع، ولكن تركيزنا هو على المداخل التي قد تحدث تغيير على المدى الطويل. كيف نغير في بنية التنمية في العالم العربي التي حتى الآن يعني
لم تثبت أنها ناجحة بصراحة في التحول نحو مجتمعات عادلة، مجتمعات يعني فيها الحد المطلوب الأدنى من الحقوق والرفاهية. قمنا في الأمم المتحدة في المنطقة العربية يعني بقيادة الأسبوع، ولكن مع مجمع المؤسسات الإقليمية للأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية للأمم المتحدة، بإنتاج التقرير العربي للتنمية المستدامة عام 2020، ونحن الآن بصدد التحضير ل 2024. ولكن 2020 ما زال يعني تقريرا مهما لرصد حالة التنمية المستدامة في العالم العربي، لأنه أخذ 17 هدفا وركز على كل العوائق الأساسية لتنفيذ هذه الأهداف في المنطقة. ونحن نقول اليوم بأن ما قلناه ب 2020 ما زال ثابتا، وعلينا تفكيك هذه العوائق إذا أردنا فعلا أن نحقق أي تقدم في المنطقة العربية. والتقرير العربي للتنمية المستدامة حدد 6 مداخل لإحداث هذا النوع من التغيير، أهمها تعزيز عملية وضع السياسات المتكاملة. فنحن ما زلنا نرى استراتيجيات متجزئة، ضعف في التنسيق عبر القطاعات بين الوزارات والهيئات، ويتضح هذا عندما يعني ندخل في تفاصيل كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة. تحول هيكل الاقتصادات العربية نحو الاستدامة والإنتاجية، فكما يظهر التقرير ما زالت معظم الاقتصادات العربية ريعية تعتمد على النفط أو الخدمات بشكل أساسي، ونرى تأثير اليوم أزمة كورونا على هذه الاقتصادات ومدى هشاشتها. ثالثا، الالتزام الكامل بحقوق الإنسان العالمية في مستويات الحكومة والمجتمع. وهنا نلحظ أنه في مجتمعاتنا أو في منطقتنا، بالإضافة إلى وجود قوانين وتشريعات تمييزية، هناك أيضا ممارسات مجتمعية وثقافية تفاقم المشاكل التي تواجهها فئات مجتمعية معينة كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المنازل والمهجرين وغيرهم. إنهاء الصراعات وتعزيز هياكل الحكم للمساعدة في بناء مجتمعات عادلة وسليمة. ويرصد التقرير في معالجة كل هدف آثار النزاعات والحروب في المنطقة على المؤشرات المتعلقة. إعادة النظر في دور التعليم والتعلم وعكس انكماش الفضاء المدني. يعني وأعتقد هنا بدأنا يعني نقترب قليلا من يمكن موضوع نقاش اليوم. ما يلحظه التقرير هو أنه على الرغم من زيادة الإنفاق على التعليم في عدد من الدول العربية، إلى أن الأنظمة التعليمية ما زالت متخلفة عن غيرها من حيث التركيز على الإبداع، على الإنتاجية التكنولوجية، وما زالت البطالة مرتفعة. وهذا مرتبط أيضاً بمحدودية حرية الرأي والتعبير في المنطقة، حيث أن المؤسسات التربوية والثقافية من المراحل المبكرة وحتى الدراسة الجامعية وما بعدها لا تركز بالضرورة على مهارات اكتساب المعرفة وحل المشاكل والابتكار. إذن الرؤية التعليمية وإنتاجها لمفكرين ومبدعين بحاجة إلى إعادة البلورة إذا أرادت المنطقة أن تحقق ليس فقط الهدف الرابع عن التعليم، وإنما جميع الأهداف بما فيها تلك المتعلقة بالاقتصاد والبيئة. وهنا نلحظ أن البعد التشاركي في منطقتنا ضعيف مقارنة بمناطق أخرى، ورأينا هذا أيضا في تحضير الاستعراضات الوطنية التوعية في العالم العربي. اليوم 21 دولة عربية قدمت استعراضاتها، الدولة الوحيدة هي اليمن، وطبعا يعني نفهم لماذا لم تقدم هذا التقرير. حتى في هذه التقرير عندما التقارير عندما يحدث يعني عملية تشاور، عادة ما تكون مشاورات شكلية، لا نلحظ أثرها على عمليات المتابعة أو التخطيط. ومن أهم المداخل أيضا حتى المجتمع العالمي على الوفاء بالتزاماته بدعم البلدان النامية، وهذا يساهم أيضا في تحقيق الهدف العاشر حول المساواة داخل البلدان. ومع كل هذه المداخل نركز على أهمية عدم العمل الإقليمي، خصوصا فيما يخص يعني معالجة التحديات العابرة للحدود.
كل هذه المداخل هي فعليا الوجه العكسي لعائق هيكلي يقيد اي مشروع تنموي في هذه المنطقه. اخيرا وحتى لا اطيل، اود ان اشير الى انه من علامات الترابط والتشابك بين الاهداف ال17 واهميه المنهجيات في العمل التنموي كما تتجلى في اجنده 2030 ونظرتنا كاسكو لها، ان موضوع انتاج المعرفه وتنظيمها والبحث والعمل الأكاديمي وربط السياسات بالأدلة والدراسات يظهر في كل هدف من هذه الأهداف ال17. نتكلم عن حرية التعبير في تحليل الهدف السابع عن الطاقة مثلا، لأننا لا يمكن أن نقدم فعلا قراءة نقدية لاستخدامنا للطاقة ولسياسات الطاقة من دون هذه الحرية. في الهدف الثامن يتكلم مثلا التقرير عن النمو الاقتصادي، وهناك إشارة واضحة يعني حتى في تحليلنا لهذه الأهداف أنه ينقصنا الربط ما بين الأدلة والعمل العلمي والممنهج والمعرفة العامة وربطها بسياسات فعالة لتحقيق هذه الأهداف. تواجه المنطقة ضعف في تحديد الأولويات والاستثمار في الإمكانات البشرية مقارنة بمناطق أخرى، لا تركز النظم التعليمية ولا الهياكل السياسية ولا الأعراف الاجتماعية على التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. يعني لا يمكن أن نتعامل مع هدف مثل الهدف 12 مثلا من دون هذه النظرة المختلفة للعلم وللمعلومة، وقد حال ذلك فعلا دون تأسيس يعني نواة أساسية من الأفراد الذين يستخدمون أيضا التكنولوجيا ويبتكرونها وليس فقط يعني يستهلكون. نحن منطقة تستهلك التكنولوجيا ولا تنتجها على نحو فعال، على نقيض مثلا بلدان مثل شرق آسيا وجنوبها، نحن لا نتكلم فقط عن الدول الغربية ودول الشمال. ينادي التقرير أيضا باعتماد استراتيجيات لتحسين البحث والتطوير، تحسين ظروف الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث، زيادة الميزانيات المخصصة للاستثمار في البحث والتطوير، وتركيز أولويات البحث على احتياجات تحسين الترابط والتفاعل بين الجامعات والمنظومة يعني الإقليمية والقطاعات المنتجة ومبادرات الابتكار، وتشجيع مساهمات القطاع الخاص أيضا في البحث والتطوير وتحقيق رفع القيود المفروضة على حرية التعبير. هلا إذا نظرنا إلى الإشارات إلى هذا الموضوع في تحليل الأهداف 17، نرى أن هذا الإشارات تنقسم إلى 3 محاور: نشر علم البيانات الحديث ودراسة أثر السياسات، الحق في الوصول إلى المعلومة كما في حرية التعبير، والاستثمار في البحث والباحثين. ومثلاً من توصيات تقرير أهداف التنمية المستدامة حول الهدف العاشر، جمع بيانات على نحو منهجي لدراسة الأثار التوزيعية للسياسات العامة ولا سيما السياسات المالية. حول الهدف 16، استحداث ضمانات دستورية أو آليات أخرى ضرورية لحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مختلف أوساط المجتمع المدني بما في ذلك وسائط الإعلام والأوساط الأكاديمية. وحول الهدف 12 كما ذكرت، تحسين المعرفة لإبلاغ السياسات وتغيير السلوكيات بما يتماشى مع الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتعزيز الربط بين العلوم والسياسات بما يعود بالفائدة على التخطيط والتنفيذ لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مساهمات الأكاديميين والباحثين في مناقشات السياسة العامة وآليات الرصد والتقييم. يعني من هنا أعتقد البنية الأساسية التي يجب أن تكون موجودة حتى نقوم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحتاج في منطقتنا إلى تركيز أكثر على الإنتاج العلمي، الإنتاج الفكري، ولكن أيضا إلى الوصول إلى هذا الإنتاج، لأنه كمان يعني إذا نحن بنفكر بتغيير مجتمعي، تغيير في الثقافة، تغيير في القيم، قيم الاستهلاك والإنتاج أو حتى قيم حقوق الإنسان أو قيم المساواة بين الجنسين، فهي بحاجة إلى مجتمع
قادر على التعامل مع هذا الإنتاج الفكري التغييري، وأن يصل إلى هذا، يعني أن يصل إلى هذه المعلومات، يصل ليس فقط إلى البيانات ولكن إلى الفكر بحد ذاته. وهنا يعني دور المكتبات، إن كان المكتبات العامة التي هي قليلة جدا للأسف في منطقتنا مقارنة بمناطق أخرى، المكتبات المتخصصة، المكتبات الجامعية مهم جدا. ونحن يعني نتطلع فعلا إلى دور أكبر للمكتبات، ولكن نتطلع أولا إلى أن تبدي الحكومات العربية اهتمام أكثر بالمكتبات، وأن تكون هذه يعني جزء من تغيير مجتمعي في التعامل مع المعرفة. سأتوقف هنا، ويعني سعيدة مرة أخرى بوجودي معكم وبالاستماع إلى الزملاء. شكرا. طيب، شكرا شكرا لك أستاذة ميساء على المداخلة الغنية بهالمعلومات والإحصاءات يعني والبيانات. الحقيقة لفتني تركيزك يعني القوي على موضوع المعرفة والوعي، وأن المعرفة موجودة في أكثرية أو في غالبية الأهداف. وأنا أعرف نحن كمجتمع مكتبات، لا أريد من الزملاء الاستغراب وأن يشعروا بأن ما تم تقديمه من إحصاءات تناولت غالبية الأهداف يعني مختلف تفرعاتها، وكأنه لا دخل للمكتبات في هذه الأمور. المكتبات موجودة في مختلف نواحي الحياة وفي مختلف تدرجات المجتمع، ويمكن أن تخدم في أكثر من مجال، وهذه هي فرصة المكتبات أصلا للدخول إلى العالم من جديد مع التطور التقني الموجود. وأن يقال أن المكتبة أيضا هي مؤسسة مستدامة وستستمر باستمرار المجتمعات. لذلك نحن بلجنة إفلا نعمل على تعزيز الوعي لدى المكتبيين بأهمية العمل ليس على أهداف مرتبطة فقط بتسهيل البحث العلمي وتسهيل الوصول إلى المعلومات أو توفير المعلومات، إنما أيضا المشاركة في دعم الوصول أو إلى أهداف أخرى معنية، ولو بالصحة أو بالتعليم أو بالاجتماع أو بقضايا كثيرة. أنا أشكرك مرة ثانية على المداخلة القيمة جدا، وأرجو منك إجابة سريعة لأنه في أسئلة كثير لها علاقة بالتقرير الذي أشرت إليه، تقرير 2020، هل هو متوافر طبعا طبعا، ضمن الدستور وزميلتي المكتوب؟ جانا وضعت بالتشات لينك، وهو التقرير يعني على الويب سايت كتير سهل النافيجيشن، يعني لأنه كل اس دي جي ممكن يتاخد على حدة، وبنفس الوقت في يعني الفصل اللي هو شامل كمان موجود، كل المعلومات موجودة والبيانات أيضا موجودة. كثير جيد. كما يعني لفتني إشارتك أنه 21 دولة عربية قامت يعني بالاستعراض الطوعي أو ما قدمته، وين ممكن نلاقيهم؟ هل هناك يعني مكان نجد كل هال 20 أو 21 عرض أو تقرير طوعي؟ نعم، معظم هذه أعتقد يعني كلها بصراحة موجودة على الـ Knowledge Gateway. عفوا، أنا بس البوابة بدي بس أعرف من جنى إذا ممكن تقولي الاسم بالضبط بالعربي. الأسكوا في بالويب سايت تبع الأسكوا في لينك معين رح نوصلكم إياه حالا، اللي هو البوابة المعرفية حول أهداف التنمية المستدامة، جزء منها في موجود لينك قريب. لكل الاستعراضات الوطنية الطوعية العربية. مشكورة جدا. يعني نحن اليوم أعتقد كلجنة نجحنا في فتح الطريق أو الباب أمام المكتبات ومنظمة إسكوا بشخص الأستاذ ميساء للتعرف على أي أسئلة أو الوصول إلى أي معلومة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بشكل عام. شكرا لك يا أستاذة ميساء. أعطي الكلام الآن للزميلة لطيفة العمري، وهي اختصاصية معلومات في مكتبة قطر الوطنية، لتحدثنا عن تجربة مكتبة قطر وأهداف التنمية المستدامة. تفضلي.
أهلا، مساء الخير لكم جميعا. أعرفكم بنفسي، أنا لطيفة العمري، أخصائية معلومات في مكتبة قطر الوطنية. العرض اليوم راح يكون عن دور مكتبة قطر الوطنية في دعم أهداف التنمية المستدامة. طبعا أنا وزميلتي منيرة البوعينين رئيس مكتبة الأطفال قمنا بإعداد هذا العرض، وأنا وزميلتي عضو في اللجنة الاستشارية لجمعية الشباب، وكذلك ممثل دولة قطر في مؤتمر الشباب في 2019 و2022. طبعا في البداية نتكلم عن الرؤية والرسالة لمكتبة قطر الوطنية، أن مكتبة قطر الوطنية واحدة من أهم المراكز المتميزة عالميا في مجال التعلم والبحوث والثقافة، كذلك تقوم بالحفاظ على تراث المنطقة وإطلاق الخيال وتشجيع الاستكشاف وصقل الجانب الروحي للإنسان. تهدف مكتبة قطر الوطنية إلى الحفاظ على تراث الدولة والمنطقة وتمكين المواطنين والمقيمين من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم، وسوف تحقق هذه الرسالة من خلال إيجاد بيئة معلوماتية موثوقة يسهل الاستفادة منها وضمان استدامتها. طبعا في البداية راح نتكلم عن الاستعراض الطوعي لدولة قطر حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو التزاما من دولة قطر برؤيتها الوطنية 2030، وكذلك بالأجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في مؤتمر القمة العالمي بشأن هذه الأهداف. تمت مواءمة بين نتائج وأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ومع أهداف التنمية المستدامة. بهذه المواءمة أصبحت الأهداف والغايات من أجندة التنمية المستدامة مكون أساسي في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. كذلك عملت الجهات المنفذة على تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. كما تم عرض إنجازات دولة قطر التنموية فيما يتعلق بهذه الأهداف في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي ينعقد سنوياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. طبعاً من أهم الأهداف اللي حرصت دولة قطر على أن تكون الخطة العمرانية الشاملة لها ترجمة لهذه الرؤية، وهو الهدف رقم 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة. أقامت الدولة البنية التحتية المتطورة ومكنت المواطنين في الحصول على مساكن حديثة، كما شهدت الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات والمدارس. بالإضافة إلى أن دولة قطر تهتم أو تلتزم بالطاقة النظيفة والنقل الذكي الصديق للبيئة، وحالياً يوجد مدينتين ذكيتين رئيسيتين في قطر يتم تطويرهم حالياً، هي مشيرب دانتاون وهي منطقة متعددة الاستخدامات وتغطي تقريباً 31 ألف متر، ومدينة لوسيل وهي مدينة تغطي تقريباً 38 كيلو متر. طبعا هذا تقرير أهداف التنمية المستدامة من الأزمة إلى التنمية، أهداف التنمية كخريطة طريق عام 2030 وما بعده. طبعا هنا عندنا يبين أن رانك دولة قطر بالنسبة للأفرج على الريجن هو 94، والسكور حق الدولة 66.8. في طبعا في أهداف تمت يعني الموازنة أو تمت تحقيقها أو الاستمرار في تحقيقها طبعاً، وفي أهداف لنا الحين تمثل تحدي للدولة، وفي أهداف طبعاً مؤشراتها قليلة أو على نفس المستوى طبعاً لعدة ظروف في الدولة. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر هي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وهي أحد الأعضاء 17 في المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. طبعا هي لعبت دور كبير في الإصلاحات التعليمية في قطر وحول العالم بشكل عام. كذلك تعمل سموها مع الأمم المتحدة لدعم التعليم العالمي ومجالات التنمية الأخرى للأطفال والشباب من خلال دورها كمدافعين عن أحد أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن أطلقت سموها مبادرتين تهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل، وهي التعليم فوق الجميع والتي تعنى بتقديم وتعليم جيد للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ومؤسسة صلتك لتمكين الشباب والبحث عن فرص عمل تناسبهم. طبعا في نوفمبر افتتحت صاحبة السمو جناح يسمى جناح أهداف التنمية المستدامة، وهو يقام من ضمن الفعاليات التي تقام حاليا في دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022.
كذلك تم إطلاق حملة باسم تحقيق الأهداف، هي من نفس المؤسسة، بهذه الفترة فترة بطولة كأس العالم تدعو إلى التكاتف والالتفات حول أهداف التنمية المستدامة، تتضمن العديد من الأنشطة ستقوم بالتعاون مع شركاء المؤسسة مثل اليونيسف واليونسكو والمفوضية السامية للأمم المتحدة. طبعا بشكل عام تسهم المكتبات في الوصول إلى محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية، سد الفجوات من خلال إتاحة المعلومات ومساعدة الحكومة والمجتمع المدني لتوفير الاحتياجات المعلوماتية بشكل أفضل، تقديم شبكة تتيح للبرامج والخدمات الحكومية، وأن تصبح المكتبات قلب المجتمع البحثي والأكاديمي، بالإضافة إلى حفظ التراث وإتاحة الوصول له. طبعاً دور مكتبة قطر الوطنية، إحنا نقوم بالعديد من البرامج التي تعزز التوعية المعلوماتية وإتاحة الوصول المجاني إلى المعلومات لجميع أفراد المجتمع، كذا عذرا لطيفة فقدنا الصوت، بركي you're muted. دكتور بشير فقدنا لطيفة كليا الصوت والبرزنتيشن حتى. You're muted دكتور بشير. خلينا نعطيها دقيقة بس نشوف إذا بترجع أو من دقيقة بس. مش حتسمعنا إذا حكينا معها، عرفتي كيف؟ ما حتكون، لا بفتكر she logged off، ممكن تكون عم تحاول ترجع تدخل على السيشن. طيب إذا بدنا نتابع ونشوف إذا بدنا نعطيها الوقت بالأخير نرجع، بدك أنت توقفيها من عندك رندا، أوكي؟ نعم أكيد. طيب نعتذر عن هذا الخطأ التقني لدى المشاركة، وننتقل إلى ضيفنا الثالث في هذا اللقاء، الأستاذ إلي كحالي، مدير المبادرات الرقمية والتعليمية في مكتبات الجامعة الأمريكية، ليحدثنا يعني عن تجربة مكتبات الجامعة الأمريكية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة. تفضل أستاذ إلي. مساء الخير، شكرا لاستضافتي في هذا اللقاء، وشكرا لمن نظم وحضر لهذا اللقاء. سوف أتكلم عن بعض المبادرات الرقمية في مكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت. هل تستطيعون أن تروا البرزنتيشن؟ إيه ماشي الحال، تفضل. سوف أتكلم عن بعض المبادرات الرقمية في المكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت، وكيف ساعدت في دعم أهداف التنمية المستدامة. في البداية أود أن أشير إلى أن الجامعة الأمريكية في بيروت احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي منطقة مينا، في تصنيف وكالة كوكرلي سيمنز QS للجامعات من حيث الاستدامة، وتعادلت عالميا مع جامعة برينستون في المركز 140 أيضا من حيث الاستدامة.
وهذا الإصدار الأول في هذا التصنيف، ومن حول 700 من أفضل الجامعات في العالم تم مقارنتها معتمدة على مقاييس الاستدامة البيئية والاجتماعية. وصمم التصنيف يعكس أداء في جميع أهداف التنمية المستدامة 16 للأمم المتحدة. فيما خص مكتبات الجامعة فهي تسعى أن تكون رائدة في إنجاز مبادرات الرقمنة التي ترمي إلى حفظ الإرث الثقافي على الصعيد الوطني والعربي والمؤسساتي. من هنا لا تكتفي المكتبة بعمليات الرقمنة من أجل الحفظ الرقمي، بل تتعدى إلى إتاحة المعلومات عن المواد المرقمنة عبر إعداد الميتاداتا التي تساعد على أرشفة المعلومات وتكشيفها وإتاحتها بواسطة الوصول الحر والمفتوح أو المفتوح إذا ما حصلت على امتياز حقوق النشر والملكية، بالإضافة إلى إتاحتها إلى الباحثين لتكون مادة من مواد التدريس في الجامعة والمؤسسات التعليمية والثقافية الأخرى. هذه هي الأهداف من الأهداف التنمية المستدامة التي تمكنت مكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت من المساهمة في الوصول إليها، كجودة في التربية الهدف الرابع عبر زيادة عدد الشباب والبالغين الذين اكتسبوا مهارات جديدة عبر التربية الأكاديمية والتعليم المستمر، المدن والمجتمعات المستدامة عبر تعزيز الجهود من أجل حماية والحفظ الإرث العالمي بما فيه الإرث الطبيعي، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية تأمين وصول الحر للمعلومات إلى الجمهور العام. يمكن الوصول أو الولوج إلى بعض المشاريع عبر الرابط التالي libraries.aeb.edu.lb/dc/digital-collections. وتهدف هذه المبادرات والمجموعات الرقمية إلى حفظ وتوفير الوصول المفتوح لمجموعة واسعة من كتب وصور وأرشيف في عدة لغات ومواضيع مختلفة، ولتضمن الولوج العالمي لمكتبة رقمية غنية بمجموعاتها وخصوصا العربية. على سبيل المثال، بعض هذه المبادرات المجموعات العربية على الإنترنت، وهي تأسست بدعم من جامعة نيويورك أبو ظبي، وتدعمها حاليا المنحة الكبرى من أركاديا وشركة كارنيجي في نيويورك. ويهدف المشروع رقمنة هذا العرض ما يصل إلى 23,000 مجلد من مجموعات مكتبة جامعة نيويورك والمؤسسات المشاركة، ويمكن الوصول إلى هذه الكتب من قبل العامية ومن لديه الأكسس عبر الأونلاين والويب. وأيضا بعد هذه المبادرات هي جريدة تمارات الفنون، وهي جريدة أسبوعية تأسست عام 1875 من قبل الشيخ عبد القادر مصطفى القباني، أحد الشخصيات البارزة في الحقل العام أواخر القرن 19. إدارتها ورئاسة تحريرها كما اهتم بأمورها المالية والمراسلات الخارجية والإشراف على عملية التصحيح والتدقيق والطبع منذ إنشائها. وهنا تنشر مكتبة الجامعة الأرشيف الرقمي، وهي هدية مشكورة من حفيدة مؤسسها السيدة إنعام قباني نصولي. ويمكن الوصول المفتوح open access للمعلومات والبحث في النصوص الكاملة على شبكة الويب. ومبادرة أيضا هي مجلة الأداب شهرية تعنى بشؤون الفكر. صدرت الأداب في عام 1953 عن دار العلم للملايين بعد عودة صاحبها ورئيس تحريرها إلى بيروت قادما من باريس، حيث تخرج في جامعاتها. أنشأها سهيل إدريس في البداية مع الناشرين منير بعلبكي وبهيش عثمان، ثم استقل بها حيث أصبحت تصدرها دار الأداب. بعد ذلك سرعان معرفة انتشارا واسعا في العالم العربي لأسباب عدة. وأيضا يمكن تصفحها عبر الأكسس المفتوح Digital Collection. وهنا مشاريع ومبادرات أخرى يمكن الوصول إليها عبر المكتبات الرقمية أو فهرس المكتبة، كأرشيف الجامعة الأمريكية في بيروت، مخطوطات أرشيف كمال جنبلاط، دوريات عربية، المجلة الطبية اللبنانية، ومشاريع أخرى. وأيضا أحد المبادرات هي الأرشفة الشفهية للتاريخ الفلسطيني. إن المقابلات واسعة النطاق وتغطي قضايا مثل قضايا الحياة اليومية في فلسطين ما قبل عام 1948،
فضلاً عن الظروف الراهنة في المخيمات اللاجئين في لبنان، يهدف الأرشيف الشفهي للتاريخ الفلسطيني إلى الحفاظ على هذه الشهادات وتصنيفها وجعلها متاحة أمام صانعي السياسات والباحثين والناشطين المهتمين بمجموعة متنوعة من القضايا، من في ذلك قضايا التاريخ الفلسطيني الحديث ودراسات حول اللاجئين وقضايا حقوق الإنسان وقضايا الرعاية الصحية والصحة الشاملة ودراسات حول النوع الاجتماعي. وأيضاً أحد المبادرات هي المعارض عبر الإنترنت. تلعب المعارض دوراً حيوياً في نشر المعرفة من قبل مؤسسات الذاكرة الأساسية كالمكتبات والأرشيف والمتاحف، والمعارض التقليدية تقابلها مشكلات أو قيود، من أهمها المساحة والحجم، كما أنها قد تتعرض لمشكلات تتطلب إلغائها أو إرجاء بعضها لبعض الظروف الطارئة مثل الحروب أو الأوبئة، مثل ما حدث في الفترة الأخيرة جراء انتشار فيروس كورونا، ما أدى بالمسؤولين إلى فكرة إيجاد بدائل للمعارض التقليدية، حيث اتجهت أفكار نحو المعارض عبر الإنترنت، وهي طريقة تتخطى حدود الزمان والمكان لعرض فكرة ما أو للتعبير عنها وتوصيلها من خلال ترتيب بعض المعروضات بشكل كامل ومتقن. أحد المبادرات أيضاً هي الإنسانيات الرقمية. تدرس الإنسانيات الرقمية Digital Humanities العلاقات التبادلية بين المعلوماتية والثقافة بمعناها الواسع والعلوم الإنسانية على وجه التحديد. تضم في طياتها مفاهيم تم استحداثها مؤخراً كالتصور، تعديل النصوص، منظومات المعلومات الجغرافية، الرقمنة، الثقافة الرقمية وغيرهم. نظراً للطابع متعدد الاختصاصات في الإنسانيات الرقمية، فقد قامت مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت بتحديد الاختصاصات ولعبت دوراً مهماً في الربط بين مختلف الاختصاصات من أجل خلق المعرفة ودعم علمائها ومجتمعها. خلق معهد الإنسانيات الرقمية في بيروت الفرصة والإمكانية التي سمحت لعلمائنا وباحثينا من التمكن من المهارات الرقمية ودعم أبحاثهم من خلال تعلم واعتماد أدوات رقمية مختلفة ومنهجية رقمية ومقاربة تربوية رقمية. أن الهدف الرئيسي معهد الإنسانيات الرقمية في بيروت DHIB بيروت هو خلق بيئة من المشاركين من الأوساط الأكاديمية في لبنان والمنطقة العربية معا لتعلم تقنيات الحوسبة الجديدة وتأثيرها على الإنسانيات. تم تصميم المعهد ليكون مكانا للقاء من الجامعات وأقسامها وحداتها ومراكز البحث وأقسامها. تم تطوير اجتماعات معهد الإنسانيات الرقمية في بيروت ليصبح اجتماعا دوريا يعقد كل سنتين تحت عنوان مميز ويضم حلقات نقاشات وخطابات أساسية ومحادثات. ولدينا مبادرات أخرى كالوصول المفتوح Open Access، التعليم التربوي المفتوح Open Educational Resources، النشر حر الوصول Publish as Open Access. تساعد هذه المبادرات على جعل المكتبة الجامعة مركزاً محورياً من أجل التعاون والتنسيق بين مختلف إدارات الجامعة والأساتذة من ناحية، وبين الشركاء الخارجيين من المكتبات والمؤسسات التربوية من ناحية أخرى، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتربية والبحث من أجل صون الإرث الثقافي والوصول الحل والمفتوح إلى المعلومات. اتفقت مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت والمكتبة البريطانية على أن تمثل مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت برنامج المحفوظات المهددة Endangered Archive Program وتكون مركزاً محورياً. أتمنى أن تتمكن من مشاركتهم المزيد عن هذا المشروع في وقت قريب. أود أن أشكر كل من ساهم في هذه المشاريع وخصوصاً فريق مكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت والسيدة الزميلة بسمة شيباني رئيسة جمعية المكتبات اللبنانية، وشكراً. اوكي، شكرا استاذ إلي، شكرا كثير على المداخله القيمه، وبعتبر يعني اعتقد انه ما تم تقديمه اليوم من تجربه الجامعه مكتبات الجامعه الامريكيه في بيروت يعني يمكن ان يعمم على مختلف المكتبات في البلدان العربيه، والزملاء المشاركين معنا اللي عم يحضروا هالندوه لغالبيتهم من المكتبيين او المكتبيات او العاملين بهالمجال مدعوين لإعداد يعني أو لمحاولة تظهير ما يمتلكونه من خدمات أو من تقدمات من ضمن الأهداف، أهداف التنمية المستدامة.
يعني كل خدمة تقوم بها هذه المكتبة أو كل شيء قدم، كل إسهام قامت به، فلنرى في أي مجال من مجالات التنمية المستدامة يمكن إدراجه، وبذلك بصير نعرف نحن وين عم نساهم. إذا قمنا بندوة أو قمنا بدورة تدريبية أو قمنا برقمنة مخطوط أو قمنا برقمنة مجلة قديمة أو أي أمر آخر، أو حافظنا على تراث عملنا له بريزرفيشن أو كونزرفيشن بهالقضايا، كل هاي يشار إلى وبنشوف بأي مجال من أهداف التنمية المستدامة تشار إلى. شكرا لك دكتور أستاذ إلي كحالي على المداخلة. هلا اسمحوا لي نرجع مع لطيفة العمري اللي صار في مشكلة تقنية وغابت عنا، حنرجع نعطيها الكلام بتستكمل من حيث يعني انتهت، ولكن أرجو منها أن تكون سريعة، يعني الوقت عم ينفذ. تفضلي لطيفة. نعم إن شاء الله. شكرا أستاذ عماد، نعتذر عن الخطأ اللي صار. طبعا هني دور مكتبة قطر الوطنية والبرامج اللي نقوم فيها لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والمبادرات والتعاونات مع الجهات المحلية في المنطقة لتتيح المجال لتعلم أهداف التنمية المستدامة وأهميتها في المجتمع. طبعا هاي جزء من البرامج اللي قمنا فيها العام الماضي، هي برامج الجمهور العام بشكل عام، جمهور المكتبة. طبعا في بداية السنة عقدنا في مكتبة قطر الوطنية المنتدى السنوي المكتبات في الصدارة، والذي قام على مدار يومين للمكتبات والمؤسسات لتبادل الخبرات في مجالاتهم لأهداف التنمية المستدامة. طبعا ركزت على مناقشات وجلسات على ما يقدمونه المكتبات من برامج وخدمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طبعا أخصائيين المكتبة تموا المشاركة في مؤتمر الشباب، وهو مؤتمر يعقد سنويا بهدف استكشاف المهارات وشبكات التواصل اللازمة للشباب لمعرفة تحديات القرن 21 المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. شاركوا أخصائيين المكتبة كممثلين لأهداف التنمية المستدامة ضمن الوفد الشبابي القطري، قاموا بالتواصل والتفاعل مع الجهات المحلية كما أتيحت لهم الفرصة لتبادل الخبرات في مجال الاستدامة ووضع الحلول المناسبة للتحديات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور مكتبة قطر الوطنية باعتبارها أهم المنارات الثقافية الدولية، من حيث تخصيص ركن خاص بالمكتبة في المؤتمر يتم التعرف فيه على خدمات المكتبة وعرض أهم الإحصائيات المتعلقة بخدمات والبرامج المقامة لخدمة أهداف التنمية المستدامة. كما تم خلال المؤتمر حضور ورش تدريبية ومحاضرات تناقش هذه الأهداف لدعم الشباب وليصبحوا مواطنين عالميين على دراية بالقضايا العالمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. طبعا عندنا خطط مستقبلية لإبراز دور مكتبة قطر الوطنية أكثر في مجال أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة بكتابة التقارير السنوية لتزويدهم بإسهامات المكتبة والمعلومات عن البرامج المنعقدة في المكتبة لضمها ضمن التقرير الطوعي السنوي لتسليط الضوء على دور مكتبة قطر الوطنية بشكل أكثر. كذلك توسيع نطاق التعاون بين المكتبة والمؤسسات المحلية لتوحيد الجهود في إقامة برامج مشتركة لزيادة الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وأهميتها. كذلك عقد ورش توعوية للمجتمع المدني بحيث تسليط الضوء على دور المكتبات بشكل عام ودور مكتبة قطر الوطنية بشكل خاص وإسهاماتها في تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز الشراكات بين مكتبة قطر الوطنية والمنظمات العالمية من خلال تقديم ورش تدريبية لأخصائيين المعلومات لاكتساب الخبرات وتوسيع نطاق المعرفة. وشكرا لكم لحسن إصغائكم. شكرا شكرا لك أستاذة لطيفة على المداخلة، وطبعا إضاءة مثمرة وغنية على تجربة مكتبة قطر الوطنية فيما يخص إسهاماتها في أهداف التنمية المستدامة. خلينا نعطي الكلام الآن إلى تجربة من تونس، من مكتبة عامة في تونس، مع زميلتنا أمال بن معاد أمينة المكتبة العمومية بجرب حومة السوق بتونس. تفضلي أستاذة أمال.
الصوت انت ميوتد، يو ار ميوتد. الصوت الصوت اوكي لسه ما سامعينك. سامعين؟ لا ما في اوديو. في رندا بتعملي تشيكينج عندك في شيء من عندك ولا من عندك؟ لا مش عندي، بس هي بعدها ميوتد. لا هي شالت الميوت، شالت الميوت من عندها. لا عندي انا مبين ميوت. بعده لا لحظه، في بس في شيء بالمايكروفون بلكي، ما انا حاطه انا عم تسمع الميكروفون الكمبيوتر اول ما فتت على ال... احكي هي عم تسمعك. نحن ما عم نسمعك، نحن ما عم نسمعك، أنت عم تسمعينا. المشكلة من عندك. يمكن رندا if she logs off and then logs on with computer audio، ما بعرف. بس إذا ممكن أستاذ أمل تطلع من الويبينار ترجع تدخلي مرة تانية، بركي وبعدين بيعطيكي notification أي audio بدك تستعملي بتحطي له computer audio. أستاذة أمل اطلعي من الابليكيشن ورجعي فوتي مرة تانية. إذا سألك أي أوديو بك تستعملي قولي الكمبيوتر أوديو. كمبيوتر أوديو. طيب إحنا في عندنا المفروض حدا من مصر بس موجودة أستاذة علا؟ لا مش موجودة، ما شفتها. مش موجودة. طيب مين وايل لكن خلينا نشوف إذا في شيء أسئلة. في شيء أسئلة عندك على الكويستشنز؟ في على الكويستشن. أنا بس بدي أوضح موضوع إن إحنا هي بأول جلسة لاستعراض المشاريع اللي عم بتصير بالمكتبات بالدول العربية. رح يصير في جلسة تانية لمشاريع أخرى بآخر السيشن. رح حط الإيميل تبعي. So, بتمنى من كل الحاضرين إذا في مشاريع بالمكتبات عندكم إن كان عامة جامعية مدرسية تشاركوني بالديتيلز تبعات نشرككم بالجلسة تانية تتعملوا البرزنتيشن عن المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة. هذا أول موضوع. التاني موضوع، في عنا سؤال من الزميل وليد البادي من مسقط. قال مساء الخير جميع، شكرا لكم على طرح هذا الموضوع المهم. سؤالي للدكتور ميسا، ولاحظ أن دور المكتبات في المنطقة يقتصر بشكل عام على التوعية بأهداف التنمية المستدامة فقط بدون أثر يذكر لتحقيق الأجندة بشكل كبير. السؤال، متى ستتحول مؤسسات المعلومات في المنطقة من التوعية النظرية إلى العمل الفعلي بجانب المؤسسات الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل نقص البيانات؟ البعد عن التشارك المعرفي والانشغال بالمجتمع بشكل أساسي في معالجة المشاكل الأخرى بعيدة عن أهداف التنمية المستدامة. تفضلي دكتور ميساء. شكرا رندا وشكرا للأخ اللي طرح السؤال. يعني بتصور سؤال صعب شوي بصراحة، إنه يعني نحن هون عم نحكي عن منظومة كاملة بدها تتغير. إذا كنا عم نحكي عن عمل تشاركي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يعني في عدة عوائق. واحد منها طبعا هو ضعف الموارد، إن كان موارد مالية أو حتى الموارد البشرية اللي لها علاقة بأنه كيف نحن نربط يعني البيانات والمعلومات والنتاج الفكري بالسياسات. نحن هيدي عنا الحلقة مفقودة بالعالم العربي نوعا ما، وعم نشتغل يعني مش نحن كأسكوا يعني بتصور في شغل، لأنه في صار وعي تماما أنه هيدي الحلقة مهمة. إذا احنا طلعنا على سياسات خفض الفقر بالمنطقة العربية على مدى 30-40 سنة، ما مش بالضرورة وصلنا للنتائج اللي نحن بدنا نوصل لإلها. ففي في في حلقة مفقودة. هلا في كمان اذكر بس شغلي على يعني اكيد كتير مهم انه نحن نضوي على مبادرات تقوم بها المكتبات حوالين اهداف معينه. يعني والاستاذ اللي مثلا من بيروت
ذكر من الـ AUB ذكر موضوع الأهداف، إنه الهدف 11 والهدف 16 والهدف 4 إتسترا. ولكن في جزء آخر، يعني نحن دائما حتى لما نحكي مع الجامعات بنقول أوكي، في موضوع الاستدامة اللي ممكن الجامعة تكون عم تشتغل عليه، بمعنى استخدامها أو استهلاكها للطاقة، بمعنى يعني حتى النتاج المعرفي، إنه إحنا بدنا نركز على الهدف 5 والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. ولكن في أمور إلى علاقة بتنظيم العمل اللي ممكن كمان نحن نسلط عليها الضوء ونقول هل هي فعلا تتواءم مع مبادئ أجندة 2030 ولا لا. لأنه هون النقطة الأساسية هو أنه أجندة 2030 ليست الـ 17 هدف. الـ 17 هدف هن بصراحة أنكس نحط مع الخطة. الخطة أكبر بكثير وطموحها أكثر بكثير من الـ 17 هدف، مع أنه الـ 17 هدف صعبين، يعني ما عم أقول أن الموضوع سهل، ولكن الخطة نفسها هي فعلا بالأساس إذا أرينا الديباجة والإعلان لخطة أجندة 2030 هي يعني مبادئ معينة يجب أن نلتزم فيها. فإذا نحن مكتبة ممكن يكون السؤال أبسط من أنه هل أنا عم حقق الهدف 15 اللي هو الحياة فوق الأرض، أو الهدف يعني 14 الحياة تحت الماء. وفكر أكثر بأنه هل المكتبة مثلا منظمة بطريقة أنه هي تتيح الوصول لها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا أنا ركزت على هذه النقطة أنا بكون فعليا عم حقق أو عم ساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطط أجندة 2030، لأنه أنا عم بشتغل على موضوع الإدماج وعم بشتغل على موضوع يعني عدم ترك عدم إهمال أحد أو إغفال أحد. هل السياسات يعني الموارد البشرية وسوري معلش أنا الكلمة بالعربي فاتتني، بس الهايرينج براكتسز يعني حتى التشغيل والتوظيف ضمن المكتبة هل يخضع مثلا لقوانين أو ل يعني جايدنس معينة حوالين عدم التمييز ضد أشخاص معينين؟ يعني في أمور ممكن تكون بطريقة عمل المكتبة أو النظام الداخلي للمكتبات اللي ممكن يكون مساهمة بتحقيق أهداف 2030 أو الأجندة 2030، لأنه إحنا ما فينا نتوقع أنه مكتبة بصراحة راح تغير ببيانات إلى علاقة بالالتحاق بالتعليم مثلا، يعني هذا مش دور المكتبة. يعني وفي فكرة أنه هل المكتبة، وهيدا شيء يعني يمكن ما بنشوفه كتير ببلادنا نحن بس بنشوفه ببلادنا، هل المكتبة مفتوحة كفضاء عام كمساحة عامة للأشخاص اللي يمكن ما بننظر لهم نحن نظرة إنه يعني هودي ناس ممكن يفوتوا على مكتبة أصلا، إنه نحن نشجع الدخول إلى المكتبة ويكون هيدا فعلا نوع من مساهمة في تحقيق أجندة 2030 ويكون جزء من الاستعراض الوطني الطوعي وإلى هنالك. بتصور في أمور كتير ممكن ينشغل عليها ضمن المكتبة إذا طلعنا لأجندة 2030 من منظور أوسع من 17 هدف، 169 مقصد، 234 مؤشر، وك يعني مثل ما قلت الإعلان الديباجي إلى ما هنالك، في أمور كتير أوسع من هذه الأهداف. شكرا رندا. إذا فيني أنا بس يعني أعلق شوي على الكلام اللي قالته الأستاذة ميسا اللي مشكورة على التوضيحات، هو بالضبط يعني مثل ما قلت أنت إنه هل المكتبة بتصير فضاء عام ممكن حتى أن يقام فيها دورات لمحو الأمية مثلا للمحيط، ولو كانت مكتبة جامعية، إنما مساء بتصير مكتبة عامة. نحن مش هناك، نحن دائما بنقول المكتبة لازم تخرج مما هي فيه، هذه القيود اللي وضعتها على نفسها، نحن مكتبة جامعية أو نحن مكتبة عامة أو نحن مكتبة وطنية أو نحن مكتبة متخصصة. اليوم المكتبات تقوم بكل الأدوار وبكل الأوقات، يعني ممكن بالويك أند تصير المكتبة الجامعية مكتبة عامة لمحيط الجامعة، ليش لا؟ ففي قضايا. أنا أشكرك على الإضاءة على النقاط. المكتبة تبدأ بنفسها أولا فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، وأيضا تعين المجتمع على تحقيق هذه الأهداف.
فيمكن أن تتحول مكاناً أو مقراً لإقامة دورات تدريبية ودورات تدريبية وبرامج توعية في مجالات مرتبطة بقضايا تانية، مش ضروري فقط مرتبطة بالتربية والتعليم، في قضايا لها علاقة بالتوعية الاجتماعية والتوعية النفسية أو الصحية. فنحن من أجل ذلك يعني نسعى إلى أن تلعب المكتبة دور أوسع وأبعد من كونها مؤسسة تعنى فقط بتوفير المعلومات وتعزيز الوعي والثقافة أو التربية، أكثر من ذلك يعني. شكرا لك. في شيء بعد أسئلة عندك رندا؟ بعد في سؤالين بس بفتكر السيدة أمال قدرت تنضمت لنا. أمال مش الحال أمال؟ أستاذة أمل أستاذة أمل طيب شو السؤال الثاني رندا؟ أوكي بدي أرجع أوضح للزملاء بدنا زميلي ابتسام إنه هلأ حطيت تعتشات بالشات الإيميل يلي ممكن تتواصلوا معي فيها تتبلغوني عن المشاريع اللي عم بتصير بالمكتبات بالبلدان العربية المختلفة. سو بليز تواصلوا معنا بهالموضوع. في عنا تعليق من الزميل علي عباس مدير مكتبة جامعة أم القيوين بالإمارات. أشكر لكم هذه الجلسة المميزة مثل المتحدثين في اعتقادي ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمكتبات للبدء في تنفيذ ما يمكن تنفيذه من بعض الأهداف وليس كل الأهداف. بحب بس بلغوا للأستاذ علي أنه كلجنة إيفلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد في مشاريع كتير جاي متعلقة بالتنمية المستدامة من التدريب كيف ممكن نقوم بحشد الدعم المكتبات مع الجهات الحكومية تنوصل صوتنا ونشتغل فعلا على نطاق ناشنال مش بس محلي، نوسع نطاق أكثر ويكون تأثيره أكثر على الأهداف التنمية المستدامة. هذا الجواب الممكن. دكتور عماد تحب تضيف شيء؟ لا لا تفضلي. في إذا في عاد في أسئلة خلينا نكفيهم، إذا أمل منا معنا خلينا نشوف إذا في أسئلة أخيرة وخلص يعني بنشوف. لحظة في أسئلة عندك؟ أجل سؤال هلأ من آية سودي، بعتذر إذا ما لفظت الاسم مظبوط. لاحظت حاجة دائم هو ضعف المورد المالي، مع أن ممكن يكون في حلول بديلة وهي عقد الشركات، لأن بدون عقد الشركات لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة. هذا التعليق على الموضوع أنه فينا نلاقي حلول نقوم بالمشاريع تبعنا. في عنا هون سؤال للزميل إلي من الزميلة أثرى، هل هناك اتفاقية مكتوبة ممكن أن ننضم لها في مشروع الوصول للحل للمعلومات التي نظمتها الجامعة الأمريكية لبيروت؟ هو أكثرية هذه المبادرات والأفضلية هي في الوصول المفتوح open for public access، so لا لزوم إلى اتفاقيات. طبعا في حال كانت المعلومات في البابليك دومين او لدينا امتياز حقوق النشر، لذلك نعطي افضليه للمحتويات التي هي في البابليك دومين لنتيحها الى اكبر عدد ممكن. واود ان اقول انني تطرقت يعني الى المبادرات الرقميه في الجامعه الامريكيه ومكتبات الجامعه الامريكيه، وانا اشارككم أراءكم دكتور عماد بشير والأنسة ميسا، ونحن لدينا بروجرام called Next Step يلي هو لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان بدأنا قبل كورونا والآن نكمل به، ولكن طبعا الإمكانات والظروف اختلفت، ولكن لدينا الكثير من المبادرات الأخرى، وأشارككم الرأي أنه يجب تنظيم العمل ووضع هذه السيرفيسز and نوصلها بهذه الأهداف المستدامة لنتمكن أن نشاركها مع المكتبات الأخرى أو مع مؤسسات أخرى. وطبعا الإمكانات هي دائما العنوان الأكبر في هكذا أهداف. شكرا.
اوكي، شكرا شكرا كثير. طيب نعطي المجال لامل، هلا يبدو انه مش الحال، تفضلي امل. امل امل يبدو امل ما ماشي الحال. طيب خلينا ناخذ يعني خلص مع امل، ما عاد في مجال. كنا حابين نسمع تجربه المكتب العامي بحومه السوق بتونس، يعني بجربه عندهم تجربه مهمه بموضوع محو الاميه للنساء في المنطقه اللي هن فيها، يعني تجربه لطيفه جدا وغنيه جدا. طيب اذا في بعد اسئله ما بعرف. في سؤال للاستاذه ميساء. في زميلي نور القاضي قال انه هي قدمت مشروع للاسكوا بمبادره لبناء مستودع تربوي رقمي لاتاحه مصادر التعليم المفتوح في سوريا، مؤسسات المكتبات في المؤسسات التعليميه بسوريا، وما وصل لها جواب. حابه تستفسر ليه؟ شكرا. يعني بصراحة أكيد ما وصل لإلي أنا، فما بقدر أعرف، ولكن عموما نحن كأسوة ما من يعني ما منتبنى مشاريع مقترحة من جهات وطنية، لأنه نحن عملنا بالأساس كأسوة هو policy advice للحكومات، يعني نحن استشارات سياساتية للحكومات، مثلا غير الـ UNDP اللي ممكن، يعني برنامج الأمم المتحدة التنموي اللي ممكن إن هو يتبنى مشاريع ويمولها إلى ما هنالك. للشيء الوحيد اللي بقدر أقترحه إنه يكون في يمكن تواصل حول الموضوع نفسه، يعني حول الـ issues، مش كبروجكت معين بده يتقدم. إذا في interest أنه يكون في حوار مع خبراء بهذا الموضوع، يعني نحن في على الأسكوا ويب سايت يعني بيركز على موضوع التكنولوجي والديجيتاليزيشن، فأنا يعني بنصحها بس أنه تتواصل يمكن مع رئيس هذا القسم، يعني بتلاقي الكونتاكت انفورميشن على الويب سايت، بس أنا بصراحة ما حيكون عندي معلومات للأسف عن هذا الموضوع. طيب شكرا شكرا استاذي ميسى على التوضيح، وانا اكيد بالزميلي بتلاقي طريقه تتواصل ترجع مع الاسكوا. تفضلي استاذي امل، واتمنى تكوني مختصره لانه الوقت دهمنا. يعني مرحبا بالجميع، تسمعونني؟ مساء النور. طبعا سامعينك منيح، تفضلي. اهلا وسهلا، نعتذر على هذا العطب الفني. مرحبا بالجميع، مساء النور، سعيده جدا بوجودي معكم، واسمحوا لي بداية أن أشكر كل القائمين على هذا اللقاء على إتاحة هذه الفرصة لنا لتقديم تجربتنا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. محدثتكم أمال بن معاد، أمينة المكتبة العمومية بجربة حومة السوق من الجمهورية التونسية، أخصائية مكتبات ومعلومات وتوثيق، ويشرفني أن أشارك معكم في هذه الندوة نيابة عن زميلي الأستاذ مراد بن يوسف، أمين المكتبة العمومية بالرياض، وهو صاحب هذا المشروع والذي تعذر عليه الحضور بسبب تواجده خارج أرض الوطن. مداخلتي بعنوان المكتبات العامة شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نادي محو الأمية الرقمية لكبار السن أنموذجاً. عندك عرض بدك تعمل شيرنج للعرض؟ نعم تفضل. عندي عرض، يلا تفضلي. العرض كيفش ندخله؟ ما سفيان ما عرفتش، عفوا بدك تفتحي العرض بالاول وبعدين تعملي شير وتختاري من السكرين. فتحت العرض لكن اوكي، روحي على شير سكرين هلا تحت هذا بالاخضر، هي خضراء بتكون عندك يمكن شير سكرين. اكرون كومبلي عندي، ما عنديش ان اكستري. رندا ساعديها اذا فيك من عندك. اوكي لحظه.
بارتاجي ليكرون لكن مشات ليش. عذرا بأسفل الشاشة في عندك مجموعة إرشادات. في شيء اسمه شير؟ أيوة أوكي يلا بارتاجي. أوكي بارتاجي. أوكي يلا بارتاجي. يلا خلص أوكي مش الحال سيبو. يلا سيبو. إذا نبدأ بهذا العرض من خلال التخطيط. بدنا نعجل شوي. أوكي 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 لو سمحتي. يلا لأنه بطيء. العنصر الأول هي مقدمة. أوكي. العنصر الثاني فكرة المشروع. العنصر الثالث تنفيذ الفكرة. العنصر الرابع المحتوى العلمي. العنصر الخامس نتائج المشروع وتقييمه. العنصر السادس آفاق مستقبلية. إذا نبدأ بالمقدمة، ويجب أيضا البدء بتعريف منطقة الرياض، أين نفذ هذا المشروع؟ البلد الجمهورية التونسية، الولاية مدنين، المعتمدية سوق جربة. عدد السكان حوالي 14,000 ساكنا. عدد المدارس الابتدائية 7 مدارس. عدد المعاهد والإعداديات 2. عدد الحضانات 5 حضانات. عدد الروضات 3 روضات. دور الشباب دار شباب وحيدة، ومكتبة عمومية وحيدة. كما يجب أيضا التعريف بالمكتبة العمومية بالرياض جربة، وهي صاحبة هذا المشروع. تاريخ الإنشاء 15 أكتوبر 1997. كيفية الإنشاء كانت بتبرع من الأهالي. الصنف 1 بها 3 أقسام أطفال شباب وكهول. المساحة 170 متر مربع. عدد القاعات 3 قاعات. عدد الأعوان 2 فقط. الرصيد للكتب، الرصيد العربي 12,594 كتابا. الرصيد الغير العربي يعني بلغات متعددة 3,611 كتابا. والرصيد الجملي هو 16,205 كتابا. تقوم المكتبة بالعديد من الأنشطة في مجال الترغيب في المطالعة. هناك أنشطة دورية من بينها شهر المطالعة، شهر التراث، منتدى البكالوريا، يوم الأرض الفلسطيني، أيام مفتوحة بالمدارس، مهرجان ربيع الطفل، بطولة جربة للقراءة الورقية والتي أصبحت فيما بعد بطولة وطنية للمطالعة بعد أن تبنتها إدارة المطالعة العمومية، وبطولة جربة للمطالعة الرقمية. كما تقوم أيضا المكتبة بعديد من الأنشطة الغير دورية مثل عيد الطفولة، اليوم العالمي للكتاب، يوم الصحة العالمي، استقبال أقسام من المدارس الابتدائية، تظاهرات مناسباتية مع الحضانات المدرسية، تظاهرات مناسباتية مع روضات الأطفال المحيطة. كما تؤسس المكتبة أيضا عدة نوادي أسبوعية، منها نادي كتابة القصة، نادي مسرحة القصة، نادي الخط العربي، نادي الروبوتيك، ونادي محو الأمية الرقمية لكبار السن، وهذا هو موضوع مداخلتي. إذا آتي إلى العنصر الثاني وهو فكرة المشروع. كيف انطلقت الفكرة؟ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ومشاركة في تنفيذ أجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، تم بعث نادي لمحو الأمية الرقمية لفائدة كبار السن، الشيء الذي ساعد على تنمية قدرات هذه الفئة في جميع المجالات. تم تكوين فوجين متتاليين للنساء في أواخر سنة 2017 وأول 2018، ونظرا لنجاح التجربة قمنا بإنشاء فوج ثالث للرجال كبار السن في سنة 2019، وانتهت التجربة للأسف قبل أوانها بثلاث أسابيع. وقد استهدفنا بهذا المشروع 4 أهداف دفعة واحدة، وهي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
تعليم ذو جودة شامل ومتساو وتعزيز فرص التعلم طوال العمر للجميع. كما استهدفنا أيضا الهدف الثامن المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص لجميع النساء والفتيات. أيضا استهدفنا الهدف الثامن العمل اللائق للجميع ونمو الاقتصاد. الهدف 17 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع المؤسسات الفاعلة في محيط المكتبة. وإليكم بعض الصور التوثيقية حول من النادي. تنفيذ المشروع هو العنصر الثاني. كانت الفكرة من الأول كان ابتدأت فكرة ثم نزلت في أرض الواقع، ولابد وكان ذلك لابد من تضافر كل الجهود بين كل الأطراف المحيطة بالمؤسسة. لذا وقعنا اتفاقية شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني التي نتقاسم معها نفس الأهداف، مثل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجمعية التضامن والتنمية بجزيرة جربة. وإليكم هذه الصورة من اتفاقية شراكة المبرمة بينهما. إذا نأتي إلى العنصر الثالث وهو البرنامج العلمي الذي اعتمدناه في تدريب المشاركين. أولا قمنا بالتعريف بالإعلامية، ثانيا مكونات الحاسوب، ثالثا مكونات الوحدة المركزية، تدريب على استعمال لوحة المفاتيح، نظام تشغيل الكمبيوتر، من إدارة الملفات والوثائق، من إنشاء وقص ونسخ ولصق، تبادل البيانات، مايكروسوفت أوفيس، مايكروسوفت وورد، وأيضاً معالجة الصور باستخدام برنامج فانت. أيضاً عرفناهم على واجهية ويندوز، كما عرفناهم كيفية استخدام الإنترنت، كيفية الوصل، الويب، واجهة إبحار، وإنجاز البحوث. أيضاً عرفناهم على كيفية استخدام في الفيسبوك من فتح حساب، السلامة المعلوماتية، إعداد الملف الشخصي، إدارة المنشورات. وقمنا في الأخير باختبار نهائي، وكانت وقد أظهر هذا التقييم في نهاية جلسة التدريب أن 90.62% من المشاركات اجتزن الدورة بتقديرات جيدة. كانت العلامات بين 9 و17 من 20، وهي نتيجة محترمة بشكل عام. إذن نتائج المشروع وتقييمه. بعد أن كانت فكرة أصبحت في أرض الواقع، وأيضا بدأنا نحصد بعض النتائج، وأثرنا في هذا العنصر أن تكون النتائج موثقة في 3 وقفات مع تلميذات النادي، الوقفة الأولى والثانية مع إذا نبدأ في الفيديو التوثيقي للمشاركات. لا أدري هل تسمعونني جيدا؟ الفيديو مسموع؟ مش مسموع كثير، لا مش واضح. أعطاب فنية، لا أدري هل هي من الإنترنت؟ الحالات ما مشكلة، يعني فيك تتابعي، هلا مش ضروري الفيديو. أوكي. في مشكل في استعمال
فينا نتابع، فينا سكيب ذس بارت يعني، روحي على اذا بعد عندك شيء ثاني يعني. الوقفه الثالثه مع السيده ابتسام زيات التي انشات السيده ابتسام صفحه فيسبوك للتعريف بمنتوجاتها في القياده والتسويق، واليكم بعض الصور من هذا المشروع. للاسف في الفيديو هناك مشكل تقني ربما. ايضا من اهم هذه النتائج، هناك انجازات من اهم انجازات نادينا ايضا هو ان المشاركات تعلمنا الاعتماد على الذات واكتسبنا اكثر ثقه في النفس. فعلى سبيل المثال تمكنت احداهن من مسك حسابات مشروع التجاري على ملك زوجها وقدمت الاضافه، وهذه اليكم هذه الصوره من المشروع. كما تمكنت اخرى من فتح مشروع لصنع وبيع الحلويات التونسية التقليدية وأصبحت تشارك بانتظام في كل المعارض المتخصصة في المجال. ليكم هذا هو صورة من المشروع. وكنتيجة لنجاح المشروع تم نشر التجربة ضمن خريطة الإفلا كأول تجربة في الوطن العربي وثاني تجربة في إفريقيا بعد تجربة في كينيا. العنصر الأخير هو آفاق المستقبلية. إذن بعد نهاية المشروع كانت لنا العديد من الطموحات والآمال، سواء كان بالنسبة للمشاركين أو بالنسبة للمكتبة العمومية بالرياض. بالنسبة للمشاركين كان لديهم غاية إيجاد ممولين أو داعمين لمشاريعهم، وبالنسبة للمكتبة العمومية بالرياض أرادوا بعث فوج جديد للنساء وبعث فوج جديد للمثنين الذكور، وقد قاموا بنشر هذه الإعلانات حول في صفحة على صفحة المكتبة. وكما تم أيضا التسويق لمشروع بطولة المطالعة الرقمية لليافعين والشبان بالوسط الريفي. كان هذا مجرد حلم وأمنية لكن في سنة 2019، لكنه أصبح حقيقة في سنة 2022 إذ تمكنا من إنجاز هذا المشروع في هذه السنة التي انطلقت في شهر فيفري وانتهت في شهر جوان، وكانت بمشاركة ثلاث مكتبات عمومية: المكتبة العمومية بالرياض، المكتبة العمومية بحومة السوق، والمكتبة العمومية بالجيمة. وكانت تجربة رائدة جدا في مجال الترغيب في القراءة، وأيضا تعتبر وتصب في صميم أهداف تحقيق التنمية المستدامة. وإن أتيحت لنا الفرصة إن شاء الله في قادم الأيام نوفيكم بكل تفاصيلها. إذن أكون هكذا انتهيت، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وأجدد شكري لكل القائمين على هذه الندوة على إتاحة الفرصة لتقديم تجربتنا. شكرا، شكرا لك يا استاذ امال، شكرا طبعا. وعفوا على العطب الاعطاب التقنيه. ولا يهمك ولا يهمك، بتصير يعني. وارجو الا اكون اطلت عليكم. تجربتكم جديره بالاهتمام وبالتكرار، وكان نحن عندنا اهتمام ان نضيء عليها حتى يتم تكرارها في اكثر من موضوع. الاهتمام بالنساء كبار السن وتعليمهم على يعني التعامل مع التقنيات الحديثة، خصوصا التواصلية منها، بحيث بيستطيعوا يتعاملوا مع أبنائهم على الأقل، وبيعرفوا أبنائهم بالبيت شو عم بيعملوا شو عم بيتابعوا يعني. فهذا أمر خاصة جيد خاصة على الفيسبوك ومخاطر الإنترنت كثير جيد، يعطيكم ألف عافية، توجب مراقبة. نعم، يعطيكم ألف عافية. طبعا رندا نحن ما عاد عندنا خلص، إذا في شيء أسئلة بنجاوب عليها بعد والله. في عنا زملاء اثنين صاروا فترة رفعين إيديهم، مش عارف إذا سؤال ولا تعليق. هلا إذا شخصين فينا نعطيهم الكلام، بس مش أكثر، بس شخصين لأنه الوقت تأخر يعني. أوكي، فيك إذا تفتحي لهم يسألوا سؤال يتفضلوا. يلا تفضل. خليني أعرف عن حاله اللي بده يحكي بليز لو سمحت. بدي افتح له الميكرو بس ما بيعطيني مجال. لحظة. اوكي، تفضل استاذ نبهان. اهلا وسهلا استاذ دكتور. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حقيقة، سعدنا بهذه الندوة. دكتور عفوا دكتور نبهان هو دكتور طبعا بروفيسور ومتخصص بالاختصاص، هو رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حاليا. تفضل.
شكرا الأستاذ الدكتور عماد بشير، وشكرا للجميع حقيقة على هذه الندوة المهمة أنا أعتقد والضرورية. وحقيقة عندي مداخلة بسيطة، لأنكم كما يعني قلتم قد يكون الوقت ضيق. قضية حقيقة الوضع العربي فيما يتعلق بالمداخلة الأولى التي وضحت بعض المؤشرات العربية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وكانت لي حقيقة دراسة سابقة يعني اقتضت مني تحليل بعض التقارير الدولية وبعض المؤشرات التي كانت تتعلق بالوطن العربي. الملاحظة الأبرز حقيقة أنه ما زالت في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة العربية اتحاد الدول العربية أو حتى دول أفريقيا ما زالت تنقصنا التكتلات اللازمة حقيقة فيما يتعلق بالمشاركة في البيانات والربط الشبكي. هذه النقطة حقيقة متأخرة جدا في هذه المنطقة في الوقت الذي حظت فيه بتقدم كبير في مثلا منطقة الاتحاد الأوروبي. اليوم لا توجد يعني لا يوجد ربط شبكي مثلا للبيانات الصحية، لا يوجد ربط شبكي في مجال التعليم وغيرها من المجالات. هذا الإخفاق حقيقة يؤخرنا في مجالات كثيرة تتعلق بالتنمية المستدامة. ولعلي أذكر بعض يعني كما تقول الأمثلة، أنه في كثير من العناصر التقييم تجد أنه الوطن العربي مثلا متأخر بشكل كبير، هو يقع مثلا في المراتب المتأخرة أو خلينا نقول في النصف الثاني من ترتيب الدول على مستوى العالم. وأحد أبرز حقيقة هذا النوع من التقييم هو عدم وجود تكتلات وتعاون، وهنا في كثير من الأحيان يعني نقول أين دور يعني المنظمات العربية في هذا المجال، وأبرزها طبعا يعني منظمة الدول العربية. فهذا أمر، هذه مداخلة وقد تكون متقاربة مع المداخلة الأولى في هذه الندوة. أنا أريد أن أشكركم في النهاية على هذه الندوة وما قدم من عروض، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور لبان، يعني أنت هلأ على رأس أقوى تكتل لمكتبات عربية يعني، فنحن الله يعطيك العافية، وإن شاء الله الفترة المقبلة من عمل الاتحاد تسعى لتعديل هذا التكتل وتقويته وتوسعته، وأن يكون للجميع، وأن يقام إلى تكتلات جانبية متخصصة أخرى تعمل في إطار التكتل الأكبر الذي هو الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. مشكور جدا على المداخلة. المداخلة الثانية رندا من مين؟ زميلي إيمان، تفضلي. السلام عليكم، مساء النور. أهلاً، مساء النور، تفضلي. أهلاً، مرحبا، شكراً على إتاحة هذه الفرصة، وطبعاً نحب نشكر كل المتدخلين في هذه الندوة. كانت يعني تجارب جد ثرية صراحة في الوطن العربي. بداية أود تعرف بنفسي، إيمان علوي، مديرة مكتبة جامعة تونس الافتراضية. أنا في الحقيقة عندي مقترح استنبطته واستوحيته من جملة المداخلات اللي تفضلوا بهم الزملاء الكرام المختلفة في الدول العربية، وعلى رأسها طبعاً مداخلة الأستاذة ميساء. صراحة يعني أعجبت جداً بمداخلتها، وأعجبت بطريقة طرحها للموضوع، وإنه خاصة إبداء العوائق أو المعوقات التي كانت سبب دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي، لأنه بالعادة إحنا تعودنا إبراز الإيجابيات قبل المعوقات. فطريقة إبراز المعوقات طبعا هي من الطرق اللي ممكن تحيلنا إلى إيجاد الحلول بطريقة موضوعية أكثر وبراغماتية أكثر. الفكرة إنه الأستاذة ميساء تطرقت إلى إنه صعوبة الوصول للمعلومات أو نقص البيانات مما يحيلنا إلى وجود فقدان حلقة طبعاً في هاي الدائرة كل يعني لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. وتفضل الدكتور بشير بالإشارة لأنه مؤسسات المعلومات والمكتبات تحديداً على رأس هذه المؤسسات هي من أكبر روافد مؤسسات المعرفة، اللي من يعني دورها الأساسي هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إن كان بالطرق العادية المعتادة وهي توفير الموارد المعلوماتية بمختلف أوعيتها وأشكالها، أو أيضاً من خلال السياسات أو الإدماج
إنتاج المكتبات، مثل ما تفضلت الأستاذة ميساء وقالت إنه مثلا توفير مدخل خاص لذوي الاحتياجات، فهذا طبعا مبدأ من مبادئ تحقيق التنمية المستدامة. وقوس بسيط يعني إنه أنا تقريبا في رسالتي للماجستير أشرت للسياسات ومناهج المكتبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرق غير اعتيادية. فأيضا تفضل الدكتور بشير وقال إنه أيضا ممكن تحول أنشطة المكتبات والمكتبات الجامعية، يعني من تجربة شخصية إنه يوم السبت اللي هو بيكون مفروض يوم إجازة، فإن المكتبة عندي بتتحول لنشاط أحاول من طريق يعني من خلاله تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرق ضمنية لتحويل فضاء المكتبة لإقامة ورش عمل لتحقيق المسؤولية المجتمعية للمكتبة، مش شرط إنها تكون مكتبة جامعية حتى تتنافى مع أهداف التنمية المستدامة أو المسؤولية المجتمعية. أنا صراحة مقترحي هو لما لا يعني ونستغل هذا الجمع الكريم وهذه الهامات في التخصص، أول شيء يعني نقترح عليكم تبادل البيانات حتى نحاول التنسيق فيما بيننا في الدول العربية. والمقترح هو صراحة دعوتي لتضافر الجهود والتنسيق وإرساء خارطة طريق عربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤسسات المعلومات ومختصي المعلومات العاملين بهذه المؤسسات كرافد من روافد المعرفة بالوطن العربي. فلازم حسب يعني وجهة نظري إنه لازم ننتقل من الآراء وكل ما هو نظري إلى ما هو عملي وإرساء خارطة الطريق وتنفيذه على أرض الواقع بتوافد وتوحد الجهود لكل مؤسسات المعرفة بالوطن العربي. وشكرا مرة ثانية. شكرا. شكرا. شكرا لك أستاذة إيمان، شكرا جزيلا، مداخلة قيمة ومقترح جيد، وأيضا نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله ما تقترحينه يعني يتم العمل فيه إن شاء الله. رندا بعد في حدا ولا خلص؟ في عندنا مقترحات من كتير زملاء، وفي أساسا الزميل آية بيقول إنه أهم شيء بالتنمية المستدامة نعقد شراكات بين المكتبات ومؤسسات أخرى، وهي كتير مهم نلفت نظرها. بس في سؤال هون الأستاذ أشار لها دكتور نبهان، نحن بدنا تكتلات صحيح. في سؤال هون الأستاذ ميساء من الزميلة سارة، هل سيكون هناك مؤتمر سنوي أو جلسات موسعة ترعاها اليونسكو لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للتنمية المستدامة وأهداف ممارستها في مؤسسات المعلومات العربية؟ افتكر هيدي كنا عم نحكيها نحن ودكتور عماد مع إكسو، إذا ممكن هلأ تقولي تعلني عنها حضرتك. ترعاها الأسكو. شكرا. الأسكو أي الأسكو ويونسكو، بعرف أوقات من لخبط بين الاثنين، مش مشكلة. الأسكو It's okay. لا طبعا يعني نحن في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعقد كل عام لمراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بيكون متعدد الأطراف، يعني نحن الحاضرين والمشاركين في هذا المنتدى الحكومات بشكل أساسي أكيد، وزارات التخطيط والوزارات المعنية بأمور التنمية المستدامة، ولكن أيضا برلمانيين، أكاديميين، الشباب، المجتمع المدني، منحاول مع طبعا القطاع الخاص كمان بيكون موجود إلى ما هنالك. نحن من خلال يعني تعاوننا ومبادرة اللي بدأت معك يعني رندا بصراحة، أنه تواصلتي معنا ولقائنا كمان مع دكتور بشير، أنه يكون في حضور يمكن لإفلا بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة لنفتح هذا الباب للتواصل، مش بس يعني مكتبات مع الأسكوا، ولكن المكتبات مع الحكومات، المكتبات مع البرلمانيين، المكتبات مع المجتمع المدني إلى ما هنالك، لأنه هي الشراكات فعلاً. وعدد كتير من المعلقين يعني أشاروا لهذه النقطة. يمكن بدي بس أذكر كمان وعفواً المنتدى العربي للتنمية المستدامة ب 2023 سيكون في بيروت من 14 ل 16 أدار، ونحن ممكن كمان نشارك معكم يعني اللينك، لأنه بتصور أنه معظم الجلسات المؤتمر بتكون كمان متاحة يعني live streamed online، للي أكيد مش كل الناس بتقدر تجي، ونحن يعني عادة بيكون في عدد محدود اللي بيقدر يوصل على بيروت للمشاركة حضوريا، ولكن ممكن الجميع يشارك أو على القليل يحضر الجلسات إذا كانت من اهتماماتهم.
نقطتين بس صغيرة كان بدي بس أقول ردة بالآخر، إنه يمكن نحن بالعالم العربي يعني أوقات كتير بنطرح مشاريع كتير كبيرة، ويمكن اللي مطلوب واللي بيخلينا أهداف التنمية المستدامة أو أجندة 2030 نفكر فيه شوي، إنه نحن نشتغل على نطاق لوكال أكتر، أو اللي هو يعني محدود أكتر. يعني نحن ممكن ناخد أجندة 2030 ونرجع نبلورها بطريقة يعني مفيدة أكتر لإلنا نحن. يعني إذا كانت فكرة إنه المكتبات ممكن تشتغل على محو الأمية مثلا، فبدل ما يكون في خارطة طريق مثل ما الزميلة، وأنا بشكرها كتير على آرائها واللي قالته طبعا إيمان، ولكن إنه يكون في بدل خارطة الطريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممكن يكون في تكتل بسيط أصغر، اللي هو بس يعني حوالين محو الأمية مثلا بين 10 مكتبات بالعالم العربي، وهذا يوصل لشيء فعلا ممكن إنه إحنا نبني عليه. الشيء الأخير بس اللي بدي أقوله، إنه كمان إحنا كتير في يعني كلامنا كان شوي فضفاض عن المعلومات، حكينا المعلومات والبيانات والمعرفة، وهن فعلا اشياء مختلفة. استاذ دكتور نبهان قال كلمة مهمة، انه يعني لما احنا نفكر على الفكرة مش بس هي انتاج المعلومة، ولكن الوصول الى المعلومة حتى على مستوى البيانات. في بيانات كتير موجودة بالعالم العربي لا نصل اليها، يعني هي لا يعلن عنها، حتى ممكن تكون موجودة إنه الحكومة بتجمع هذه البيانات، ولكن ما في أسس للإشراك المعلومي ولتشارك البيانات بين حتى هيئات الحكومية خلال يعني ضمن البلد الواحد. فهيدي مشكلة يعني كبيرة. وفي كمان تحدي آخر، هو إنه في بعض المعلومات أو البيانات جمعها هو قرار سياسي وليس فقط قرار تقني، أو منه مرتبط بس بالموارد المالية. يعني أجندة 2030 بتركز على تصنيف البيانات، تصنيف حسب الفئة العمرية، حسب مستوى الدخل، حسب الموقع الجغرافي، حسب الجنس أكيد إلى ما هنالك، حسب العرق أو يعني الأثنيسيتي. فهيدا قرار سياسي، يعني هل الدولة سوف تقوم بإنتاج هذه البيانات أم لا؟ يعني منا المسألة دائما مسألة تقنية، بس لحتى نكون يعني كمان عادلين بوين بدنا نوجه المبادرات، أو وين نوجه اللون حتى على هذه الأمور. فبس حبيت هيك يعني أذكر هاي الأشياء قبل ما نختم. شكرا. طيب شكرا، شكرا لك استاذه ميساء على الاجابه، وبعتقد ان يعني وصلنا الى نهايه اللقاء. انا بدي جدد شكري للمحاضرين اللي اغنونا بوجودهم الحقيقه، مشاركاتهم كلها كانت مميزه ولها يعني اثر جيد ووقع طيب على الجميع، والجميع يشيد بما قدمتموه. فبجدد شكري للأستاذة ميسا، وللسيد للأستاذة لطيفة، وللأستاذ إلي، وأيضا للأستاذة أمال، والشكر الكبير أيضا للسيدة رندا على تنظيمها لهذا العمل كاملا، وأعضاء لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجودين معنا دائما. وإن شاء الله إلى أنشطة مقبلة، وإلى لقاءات وعمل وتعاون مع إسكوا، منظمة إسكوا، بما يهم يعني قطاع المكتبات والمعلومات في المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. ونحن كل الندوة هذه وما أثير فيها سيتم نشره على كل القنوات اللي تتابع على منظمة إيفلا، للإنترناشنال فيدريشن أوف لابي أسوسيشن، وحتى سنقوم بتزويد الإيفلا بكل اللينكس اللي وصلونا من ميسا وجانا، مشكورين عليهم. يعني فيما يخص بنحطه على الويب بيج تاعت المينا ريجن على موقع إيفلا إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، مشكورين جميعا، شكرا لكم. شكرا، مساء الخير.